السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيت والمرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. رفع واشركم. عشرين ألف تاع الدرهم. التسوق الأسبوعي في مدينة سطات. صاحبي هذا 338 بالك 338 والمليحة المليح بلجيكي دوريجي. الله يسلم عليك. علب بلجيكي دوريجي. الشعر والحز زيت واخو بلجيكي دوريجي. شحال هذا؟ 38 شحال مصطفى؟ واش أبونا؟ 880 عطاه مولانا 900 درهم الصباح. 44 ألف تاع الشهر. ماشي تاع الأخر. واه عمر جابوك خاصم. 44 ألف تاع الشهر. هاد الحمر تاعك تاكل؟ شحال؟ با المعلم تعال تعال انا صورنا كتب ولدي. انا صورنا كتب ولدك. الله يحفظك ويدي الزيتون. الله يسهل. يلا الله أري النمره هذا هذا النمره هذا مليون و 76 كي جا ها هذا ب 76 خير هذا بجوج مليون كي جا ها ها شحال هذا بشحال؟ 340 مليون و 720 ألف تاع الدرهم. والله حسين ادي هذاك. الله يحفظك. انت من اخويا؟ واخا بشحال الحبل؟ انت ماك بوجالي انت؟ ولا 12 مليون ما كانش ب 11 ما كانش ب 14 كان ب 70 ألف. ار كذاب هذاك كذاب. شكون الله يبارك يقول معقول 14 في المدينه تسقاطه 14 في المدينه. شحال هو؟ انا هذاك النهار سيدي ما خسرتش لك وباغي ناخذ شنو المشكل؟ وانا جاي من عجل وانا باغي ندير العجل. شحال في عطاو؟ شحال قطعنا لك؟ جوج مليون. والله غير سولي عا سولي. 70 هو باغي يبيع لك. ورشيد ورشيد مليون و 54 10000 تاع الدرهم و 700. حي اي مشاهد قناة زيت والمرج في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. تحياتي لسي احمد من تطوان وتحياتي لسي احمد من هولندا. نحييهم كاع احبابنا المشاهدين قناة زيت المفعل. نحييهم كل لحظة. بنت ولد رجل امرأة. شحال سمحت خويا؟ جملة. شحال من واحد؟ جوج. شحال؟ 860. تبارك الله. فرخو هذاك البيض؟ لا هذا البلجيكي الاخر بالكحل.
شاروري مش حاجة كل مشاهدة ومشاهد تعمل هذا لسانس هذي تبحوا في بن أحمد شحال؟ 14 76 شحال فيه؟ 50 فيه 5 هي مش قلت اش قالوا خويا شحال سويته هذا 140 والاخر 114 شحال يتقام اليوم الحمام سويته 11 11 مليون اليوم والبارح ب 13 في الكيسر واليوم 11 تحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان وتحياتي للسي أحمد من هولندا السي أحمد من تطوان والسي أحمد من هولندا عزيز عليه كيفاش تنقول لهم من مدينة سطات اللي ما عرف سطات كان في المملكة المغربية عزيز عليه المملكة المغربية تحياتي لي وتحياتي كل جالية مغربية السوق الأسبوعي بمدينة سطات نحيي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن وبابا وسعيد وسعيد تانا غنولي نقول لك بابا شحال سعيد خويا؟ لا بشحال هو؟ 48 27000 درهم و 400 تبارك الله على سعيد وصافي عرفت تبارك الله مكان العواشر سيمانه ديال العواشر هذه باقا شاري ما فينش الحال ان شاء الله خير شتا اليوم بحال شويه دير تبارك الله على عرف ممتاز هلا اسكت هذا تاع من الله صورت جوج دروب تاع من هذا 900000 هذه وهذه شوف هلا ها أبو قادر تقادر انت كي ديرت خاصني يا وين زدت حالي جيب الخراطة عندنا جيب الخراطة راه مالي مني الغلاطة شحال هذا هذا مالي 712 تبارك الله الدروبات راه السوق ياك تبارك الله راه دروبات جزارية ها خيالية تبارك الولاد سعيد تبارك الله هذا الراجل تبقى خاص بالضروبة الجزارية تبارك الله ضروبات هادو هادو راه راس السوق هما ياك راه كاين شي واحد ديال هاد خير من هادو لا هادو راه السوق اللي كاينين في راس السوق ذا اليوم راه قلت الناس هذا راه خاص بالضروبة الجزارية معروف هنا وفي مراكش ديما تتلاقى معاه الله يحفظك شوف هادو شحال هاد الاخرين تاع هما 640000 32000 تاع الدرهم هاد الراجل كيما قلنا لكم راه خاص بالضروبه الجزاريه الله يسهل عليك شحال هذا الصف اخويا شحال؟ هذا عطاك المولى 540 ودينا 520 525
26000 تاع الدرهم و 250. واش وجهو؟ شحال عمر خويا؟ شحال؟ 710. 35 و 500. 35000 تاع الدرهم و 500. واسكا واي وات هذا وات هذا محمد ايه 54 الزيتون 354 باش خلص السوق بارد السوق غلا فين وما كاين لا بينا شتا لا بينا شتا السوق بارد البير موت باين بعزيز شكون موت باين البير باقي زوين ولا بلاش ولبن السوق الأسبوعي بمدينة سطيف وحدي أي مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.